اروى جوده كان من اللوك بتاعها كله كان من تنسيق يمنى مصطفى. لما شفت فستان اروى اتخضيت شويه، ان اروى مش في الطبيعي بتاعها بتلبس فستان في منطقه الامان بالشكل ده، بس عرفت ان فستانها كانت ناسياه في مصر، وده الفستان اللي جه على مقاسها هناك من تصميم كوجك. الفستان حلو، خامته هي البطل، التصميم عادي جدا، الكولا العاليه لايقه جدا على طول اروى، كمان شعرها كان مناسب قوي للفستان.